احتفلت منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمساعدة الإنسانية الذي يحتفل فيه في 19 من أغسطس من كل عام بحضور وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث إلى جانب ممثلي الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال. أحمد ياسين. تضامنا مع ضحايا النزاعات المسلحة والحروب حول العالم، فقد أقرت منظمة الأمم المتحدة في العام 2008 اليوم العالمي لمساعدة الإنسانية بعد تعرض مقرها بالعاصمة العراقية بغداد في 9 من أغسطس عام 2003 إبان غزو واحتلال العراق. ومن ذاك التاريخ تحيي جميع دول العالم هذه التظاهرة الإنسانية بهدف تذكر المفقودين في ذلك الهجوم وضحايا العنف والحروب. شعاروا هذا اليوم في تشاد لا للعنف ضد الجنس، اختير من بين 6 شعارات اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للاحتفال وإحياء اليوم العالمي لمساعدة الإنسانية. وتضمنت أنشطة اليوم طاولة مستديرة شارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد وما تقوم به من خدمات إنسانية لمساعدة العائدين واللاجئين من بعض دول الجوار. في تشاد داكا يا كادمانا او شيفما شنو ماما مارادولو كاي ايتاب يال اساسا هلكلو تاب يالكم او مار وايدي ما يان داريام شي في لاكول اسان ماما فيولانس البوم وانا الكول دا سولوم اي كالو ماردان او داكا نكالوم كيدا غاسي انتباس Uman awunina o gouvernement et chez l'engagement kali yaulu victime dola. ونشير إلى أن أنشطة اليوم العالمي لمساعدة الإنسانية تشمل مناقشة جميع المشكلات المتعلقة بالعنف الجسدي والجنسي واستغلال الأطفال والنساء. قدم الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين داود الحاج آدم قدم حديثا صحفيا أشار فيه إلى تنظيم الحج لهذا العام، الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظره. جزء من الحديث. قاعدين يتابعوا عندنا عين نقطتين في التنظيم عن الحج عن السنة، وصحيح شبنا في التقاهيرات شوية كبدت بالنسبة لي، يعني كيف تهراننا الطلب اللي بيجي من ناس كتير بدور وبمشوا، يعني الحاج ساكت في الشرج عن البلرين. هذا نقول الرئيس أنا الأمير الحاج حج فوق يوم ذاك، نقول يعني نشجو يعني ما بيقصد في ده يمشي في موضوع لسه ماشي فوق. وشمنا البداية عن الانكادرما، يعني توي الفورماسيون للحجاج يعرفوا كيف كم مشوا في الحاج يعمل إبادة لهم. اللجنة الإسلامية بدأت نقول سهيد بداية تعديل، لكن ما كفاية يدور ناس بسو، يعني يكون أيام كتير عشان الناس بعرفوا كيف بقى مشوا بهجوا. عشان ده نحن عادسي كان سنة فات سوينا نشاطات سوينا قابلنا ناس حجينا في الموضوع ده، وفي الركومنداسيون كان سوينا الركومنداسيون في ده ندور نخربها الآن عشان الحكومة تتبقى بزيادة عشان يعطوا بسايدة للنظام عن الحج. يعني نقول يعني الريديشن عن المينيموم انترفنشن الحكومة، يعني مسائل الحكومة ما يكونوا كثيرين في الشيء ده، السياسة ما تدخل فوق بزيادة. الشيء المهم ده واجب نفهم الموراليتي اللي عندهم خبرة عن النظام عن الحج ولا عن الخدمة يخدموا للناس.